أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من محاضرات برنامج إكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم مجموعة من الاختصارات المهمة والهامة في برنامج إكسل. أول اختصار راح نتعلمه هو كيفية ظهور الفلتر. طبعاً حتى نظهر الفلتر بشكل أوتوماتيك نضغط كليك بأي خلية من خلايا الجدول، وطبعاً نضغط على الاختصار Ctrl Shift حرف L. Ctrl Shift وحرف L، لاحظ بشكل أوتوماتيك راح يضيف لي فلتر. مثلا هنا أنا أريد أظهر فقط البكالوريوس، بإمكاني أن أخفي الكل وموافق راح يظهر لي فقط البكالوريوس. بإمكاني أظهر بكالوريوس من محافظة بغداد، أيضا بإمكاني من أنا أخفي الكل وأختار بغداد، راح ألاحظ أنه بكالوريوس من محافظة بغداد. طيب الاختصار التالي هو تصميم الجدول. طبعا حتى أصمم هذا الجدول أضغط كليك بأي خلية من خلايا هذا الجدول وأضغط على الاختصار Ctrl وحرف T، راح تظهر لي هذه الرسالة. طبعا هذا الخيار ممكن يكون ما مفعل، المقصود به أنه هل الجدول يحتوي على رأس عنوان أم لا. بما أنه إحنا الجدول الخاص بنا يحتوي على رأس عنوان فراح نفعل هذا الخيار ومن ثم نضغط على موافق. نلاحظ أن البرنامج راح يصمم لنا الجدول بطريقة جميلة جدا، وطبعا راح يعطينا فلاتر خاصة بهذا الجدول. طيب الاختصار التالي هو للمجموع. عندما أريد أجمع هذه الأرقام أحدد الخلية اللي أريد أضيف بها المجموع وأضغط على الاختصار Alt يساوي، بشكل أوتوماتيك راح يضيف لي المجموع، مجموع الخلايا. جيد، الاختصار التالي هو لتحديد الجدول. عندما أريد تحديد الجدول الحالي أضغط كليك بأي خلية من خلايا الجدول وأضغط على الاختصار Ctrl Shift Space اللي هي المسطرة، راح يتم تحديد الجدول بشكل كامل. طيب إذا أريد أحدد العمود أضغط على Ctrl Space راح يتم تحديد العمود بشكل كامل. في حال لو أريد أحدد الصف راح أضغط على Shift Space راح يتم تحديد الصف بشكل كامل. طيب في حال لو عندي هذه خلية كتبت بها مثلا الاسم وحبيت أكتب الاسم الثاني بسطر آخر بنفس الخلية أضغط على المفتاح Alt وEnter وأكتب الاسم الآخر مثلا عبد الستار، بعدها أضغط على Enter بشكل مفرد راح يتم كتابة الكلمات أو الجمل بسطرين. طيب لو عندي هذه مجموعة من الخلايا محددها وأريد أضيف بيها نص معين مثلا أريد أكتب بهاء، طبعا أحدد الخلايا وأكتب بهاء ومن ثم أضغط على الاختصار Ctrl وEnter بآن واحد راح يتم ملء الخلايا كلها بنفس النص. الاختصار التالي هو عندما أريد أضيف عمود أحدد هذا العمود اللي أريد أضيف عمود بجانبه وأضغط على المفتاح Ctrl وعلامة الزائد من اليمين راح يضيف عندي عمود، طبعا Ctrl زائد راح يضيف عندي أعمدة. عندما أريد أحذف العمود أضغط على Ctrl وناقص، Ctrl وناقص راح يتم حذف العمود. أيضا بالنسبة للصف Ctrl وزائد أحدد الصف وCtrl زائد، وللحذف Ctrl وناقص أيضا. عندما أريد أضيف تاريخ اليوم أضغط على المفتاح Ctrl وحرف كاف بالعربي راح يضيف لي تاريخ اليوم، وعندما أريد أضيف الوقت الحالي أضغط على Ctrl Shift وحرف كاف اللي هي الفارزة المنقوطة راح يضيف لي الوقت الحالي. طبعا هذه الاختصارات هي الاختصارات الأهم، وإن شاء الله راح تكون محاضرة قادمة باختصارات أخرى حتى لا تكون هذه المحاضرة طويلة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.